حزوج وكون إنسان سعيد في الدنيا والآخرة، وشوف زوجة تعد للميل تكون أخلاق جد أسرة، وكون أسرة بالإيمان وبكل السمح ذاخرة. حزوج زوج معقول وما بالفشخر الفاخرة، ولا همان قول الناس وتعليقاته مساخرة، عشان المسلم الفاهم بعين ديمة للآخرة. حزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات، الشباب والشابات، أنا سعيد جدا أني أكون معاكم في رحلة رائعة، في رحلة جميلة، في رحلة ممتعة تبدأ من أول لحظة يخطر في بالك أن تقترن بشريكة حياة، إلى لحظة يتم فيها تحقق هذا الحلم الجميل. أسوي شنو؟ أعمل شنو؟ أبدأ من وين؟ أتعامل كيف؟ وهي برضو بتسأل أسوي شنو؟ أعمل شنو؟ أبدأ من وين؟ أتصرف كيف؟ شنو الإيجابيات؟ شنو السلبيات؟ شنو المخاطر الأعملة؟ ده هو محور حديثنا معاكم دائما في برنامجكم حأزوج. لسه ماشيين في خطوات واحدة واحدة، ماشيين مع بعض حبة حبة، بنتكلم عن الموضوع الكبير ده، الموضوع اللي مفترض أنه ده موضوع حيعتبر نقلة في حياتنا، اللي هو موضوع الزواج. وأي زول ما معترف بالحاجة دي بقول له أنت غلطان. أي زول ما معترف بأن الزواج هو عبارة عن نقلة في حياته وأقول له والله أنت غلطان، غلطان لأنك ما جربته. أسأل الناس اللي جربوا كيف بيقى الزواج ده نقلة في حياتهم. طبعا للأسف هي ممكن تكون نقلة، ممكن تكون نقلة، يعني ممكن تكون نقلة للأفضل، وده اللي إن شاء الله كلنا دارينه. وممكن لا قدر الله بأخطاء الزول بيشوفها بسيطة ممكن تكون نقلة للأسفل، أو نقلة للأدنى، أو نقلة للأقل، أو نقلة لعدم الراحة النفسية، أو نقلة للبعد من أشياء كنت بلقاها بقيت ما لاقيها. نحن نتصورنا عن الزواج، لو الناس بتتصور أو بتتخيل الزواج ده هو عبارة عن أحلام وردية وأشياء جميلة وحياة مليئة بالسعادة وبالهناء، والتصور ده بس هو الموجود، صدقوني أول حاجة حتحصل بعد الزواج هي عبارة عن صدمة، صدمة كبيرة جدا. الصدمة دي بتقول لي ده شنو ده؟ هو طلع كده؟ معقولة؟ هو الكلام السمح اللي كنت متخيله كله طلع عبارة عن كده وعبارة عن كده وعبارة عن أعباء ومهام ومتاعب وعبارة عن وعبارة عن وعبارة عن. في ناس بيصدموا صدمة زي دي، وفي ناس برضو الحمد لله بعد الزواج بيقولوا يا سلام، أتاريه العرس ده والزواج ده طلع أحلى مما كنا نظن أو مما كنا نتوقع. ليه؟ لأنهم أحسنوا الاختيار، ولأنه فيهم ذاتياً وشخصياً فيهم صفات رائعة جداً خلت الحياة الزوجية أحلى وأحلى وأحلى، خاصة لو حصل توائم مع الطرف الثاني. نحن في المرة الفاتت تكلمنا عن الاستعداد، أنا خلاص نويت الموضوع ده، قبل ما أبدأ فيه لازم أسأل نفسي هل أنا مستعد له ولا ما مستعد. انتهينا من الجزء الأول اللي هو الشاب، كيف يعرف الشاب أنه مستعد للزواج أو غير مستعد؟ قلنا بتفكيره، بوجود المال المناسب، بوجود توفير السكن المناسب، وبأنه تكون عنده طريقة معينة من الحكمة في التصرف في الأسرة. لقى الحاجات دي موجودة يستعين بالله وبعد يبدأ يفتش. طيب خلونا نتكلم على الطرف الثاني، البت. البت دي كيف تعرف نفسها مستعدة للزواج ولا لا؟ أول حاجة بنقول للبت أنت لازم تكوني مجهزة نفسك. يعني شنو؟ الفرق الكبير بين الشاب والبت هو أنه الشاب غالبا هو اللي بيبادر، هو اللي بيمشي بيخطب، فالشاب بيتأكد من استعداده حتى بعدين يبدأ في المغامرة دي اللي هو بيعتبرها مغامرة، بيتأكد من الاستعداد حتى بعد ذلك يخش في موضوع البحث والاختيار. أما البت فالغالب، وحنقول الغالب ليه؟ لأنه حنعرف في حلقات جاية أنه زي ما الشاب بيخطب برضو البت ممكن تخطب. كيف حنعرفها؟ خلوها لقدام شوية. طيب قلنا الفرق بين الشاب والبت في الاستعداد أنه الشاب بعد ما يتأكد من نفسه أنه مستعد بعدها بيبدأ يبحث. عشان كده بنقول للبت أنت خليك مجهزة نفسك عشان وقت ما جاء النصيب، وقت ما تقدم لك الشاب المناسب اللي أنت حاسة أنه ده فعلا الشاب الممكن يكون شريك حياتك، تكوني جاهزة. ما بعد ما يجي تبدي تفكري في موضوع الاستعداد وشنو الأشياء الناقصاني أنا وشنو الأشياء المحتاجاها كزوجة في المستقبل،
طيب إذا اتفقنا أن البت حتبدأ تستعد وقت ما جاء النصيب بإذن الله تعالى تلقى نفسها جاهزة. شنو الاستعداد الممكن تفكر فيه والبت الفتاة دي المخطوبة دي عشان تكون فعلا تبقى مخطوبة وتكون مستعدة للزواج؟ عندنا مجموعة من الحاجات. أول حاجة طريقة التفكير في الزواج. طريقة التفكير في الزواج ودي قلناها للشاب حنقولها للبت لكن بصورة مختلفة. بنقول للبت إذا أنت متخيلة أن الزواج ده فقط هو حياة زوجية بسيطة ليس فيها أي تعقيدات، صدقيني الكلام ما كده، فيها تعقيدات سمحة وفيها تعقيدات متعبة وفيها تعقيدات فيها أشياء كثيرة. إذا أنت معتقدة أن الزواج ده ما حيكون فيه أي هموم أو أي منغصات، نقول لك لا، فكري تفكير شامل. إذا وصلت لقناعة أن الزواج ده عبارة عن تكوين أسرة، هو ليس فقط رجل طرف آخر وينتهينا، وإنما أنا قاعدة بالزواج ده أنا عاوزة أبني أسرة، أنا عاوزة في المستقبل يكون عندي أطفال أربيهم أحسن تربية، أنا عاوزة أكون أفضل إنسانة وأفضل زوجة عشان ده يكون طريق للجنة، أنا عاوزة أكون وعاوزة أكون وعاوزة، لو الخيالات دي كلها الجميلة موجودة في بالك بنقول لك أنت مستعدة. أما لو أنت بس عايز تتزوجي عشان يقولوا عرست، عايز تتزوجي عشان خايفة لو ما تزوجتي لا قدر الله تمضي السنوات وما يجي عريس تاني وتقعدي في البيت، نقول لك لا، كده خطأ، كده غلط، كده ما صح. البيت ما بتعرس عشان العرس وبس، العرس في نفسه ليس هدف كزواج وإنما للمعاني الوراه. فأنت فكري المعاني الوراه دي شنو. كم من امرأة ربنا سبحانه وتعالى ما يسر لها الزواج وأصبحت في سن عنوسة وغيره وغيره وهي حزينة. المرأة دي لو كانت عارفة لو أن الله قدر لها زوج كان حيعذبها وينغص عليها حياتها قدر شنو، كان لو كانت عارفة قدر الله في أنه اختار لها الحاجة دي كان حتقول الحمد لله ألف مرة. ليه؟ لأنه الزواج ليس فقط هو هذا الأمر، الزواج ليس فقط عرس وبس، الزواج معاني عميقة. خديها في بالك، خديت في بالك الكلام ده صدقيني حتكوني مستعدة للزواج. الزواج فيه أعباء، خديها في بالك، انت اعبائك حتى اكثر من اعباء الرجل، انت اعبائك اعباء متنوعه واعباء متشابكه واعباء، ومع السنوات ممكن تزيد، ولقدام لما تجي يجوا اطفال وتربيه وغيره حيكون في اعباء متنوعه ومتشابكه. ممكن الراجل تكون اعباء والاكثر اعباء برا البيت اعباء ماديه، لكن انت بلا شك الحكايه دي موجوده عندك. اذا دي اول حاجه اللي هي قضيه التفكير في الزواج. الحاجه الثانيه المهمه جدا عشان تكوني مستعده هي فن رعاية البيت. هل أنت عندك الفنون البسيطة عشان تمسك بيتك؟ ما هو المرأة دي شغولة أغلبه في بيتها، حتى وإن كانت موظفة، حتى وإن كانت طالبة جامعية بتمشي الجامعة وتجي، في النهاية بيتها هو بيتها موجود، في النهاية هي مطالبة أنها تهتم بأساسيات البيت اللي كلنا عارفينها وإن كانت موظفة، في النهاية هي مطالبة أن تهتم بأساسيات البيت اللي كلنا عارفينها حتى وإن كانت بتقرأ في جامعة، حتى وإن كانت موظفة، حتى وإن كانت في النهاية بيتها مسؤوليتها، دي حاجة كلنا عارفينها. عشان كده خليك مستعدة بالأساسيات يا جماعة. ما ممكن الزوج بعد الزواج يجي يلقى زوجته ما بتعرف ولا حاجة في أمور المطبخ نهائي، والدتها ما علمتها، لو ما عايش مع والدتها الشخص اللي كانت عايشة معه من أهلها ما علم حاجة. الأساسيات بس، أساسيات وين؟ أساسيات العناية بالبيت، أساسيات الاهتمام بالبيت، أساسيات الاهتمام بالزوج. زي ما هو ربنا وصاه أنه يهتم بك ويعمل لك أشياء معينة، برضو ربنا وصاك أنت أنك تهتم به. الأساسيات دي في بالك موجودة ولا لا؟ دي من الأشياء اللي خدتيها في بالك في الاستعداد. إذا من الاستعداد، الاستعداد لأساسيات متعلقة بالمنزل أو بنسميها بين قوسين فن رعاية البيت. لقيتي فن رعاية البيت متأصل عندك، أمك ربتك من وانت صغيرة الحاجة دي ممتاز، وتفكيرك أيضا موجود عن تفكير أسرة برضو ممتاز. آخر وصية دار أقول لك عشان تكوني مستعدة، عليك يا الله، عليك يا الله ما تكوني دارة تعرسي عشان ترتاحي من الحياة اللي انت عايشاها أسي. ما تكوني عايزة تتزوجي عشان تتخلصي من الوضع اللي انت عايشاه في البيت أسي. ممكن في البيت أسي بيعملوكي ما كويس، ممكن ما عايشة مع أمك وأبوك، ممكن عايشة مع زول من أهلك، من عماتك، من خالاتك ما بعاملك كويس. ممكن عايزة ترتاحي من حاجات معينة بتأديها الآن، لو اتزوجت حاسة أنك حتتخلصي منها وحترتاحي منها. أنا بقول ليكي انت ماشى لجنة اللي هي جنة الزواج بإذن الله تعالى، ما تكوني عايزة تتخلصي من جحيم انت عايشاه
وما تفكري في الحاجة اللي انت ماشي عليها. بعض الناس بس داري يتخلص من الجحيم، الجحيم ده انا داري ازح منه، امشي لوين؟ امشي لاي حتة، داير راجل باي طريقة، داير راجل باي مواصفات، داير انسان بس يطلعني من الجودة. ليه؟ انت عاوزة تطلعي من وضع سيء عايشاه؟ تمام ممتاز اطلعي منه، لكن ما تطلعي ساي، اطلعي منه لوضع ممتاز. خلي تفكيرك تفكير في الأحسن والأفضل. إذن لسنا مع الهروب من الوضع السابق إلى وضع قد يكون أسوأ منه، نحن فعلا مع الخروج من وضع متأزم، لكن ما ننسى لازم تخطي في بالك أن وضعك الجديد دار أنه يكون جنة. يكون جنة ليه؟ لأنه دي 30 40 50 سنة حتعيشيها بإذن الله في سعادة وفي طمأنينة. ده كله عندك، أنت جاهزة للزواج، قولي بسم الله، ولو جاك زول أدرسي الموضوع ووافقي تزوجي، عيشي حياتك السعيدة. شوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتزوج وكون إنسان سعيد في الدنيا والآخرة، وشوف زوجة تعد للميل تكون أخلاك جد أسرى، وكون أسرة بالإيمان وبكل السمح ذاخرة. حتزوج زواج معقول وما بالفشخر الفاخرة، ولا همان قول الناس وتعليقات مساخرة، عشان المسلم الفاهم بعين ديمة للآخرة. حتزوج